تناول حديثنا اليوم عن كتاب مهم وهو زايد أمير بنياس وعلاقته بالقوى المجاورة. هذا الكتاب من تأليف الدكتور محمد حسن العيدروس وهو كتاب يوثق مسيرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد الأول أو الشيخ زايد الكبير. يتناول الكتاب في فصوله علاقة الشيخ زايد الأول بالدول المجاورة مثل علاقة أبو ظبي بقطر، علاقة أبو ظبي بالسعودية، علاقة أبو ظبي بالدولة العثمانية، وكذلك الدول الاستعمارية الأخرى مثل بريطانيا وألمانيا والبرتغال. تناول هذا الكتاب العديد من الأحداث السياسية أيضا التي حدثت إبان حكم زايد الأول اللي استمر من سنة 1855 إلى 1909. هذا الرجل عمل على تقوية العلاقات بين أبو ظبي والعديد من الدول وبخاصة الدول الاستعمارية التي كانت لها اليد الطولة في المنطقة في السيطرة على الاقتصاد واستغلال الثروات الموجودة في المنطقة. صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في سنة 1990 وقامت بطباعته ونشره دار ذات السلاسل للطباعة والنشر والتوزيع، ويعد من الكتب المهمة عن تاريخ دولة الإمارات حيث يتناول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.